عليك يا ربي كبير، ربي كبير، ربي كيشوف. مهما تعدى عليا ما تكرفس عليا كاين الله، وانا دعيت الواحد وحده. السلام عليكم، انا البحراوي فاطمه، خدامه في مطعم انفا على الفاسي ميرسيلتو. هاد السيد خدمت عنده من 2003، لا اوراق لا لانتريت لا حتى شي حاجه. تحرقت في رجليا ما عرفنيش، تقطعوا لي صبعاني ما عرفنيش. مشيت للسبيطار، داتني عامله الميناج الله يجازيها بخير، هي اللي مشات معايا مع 9 ديال لي نهار 21 في رمضان. مشات معايا لهذا السبيطار، خيط وداكشي. علاش مشيت؟ بركت 8 شهور، بركت هذيك 8 شهور حكم عليا الطبيب الشرعي باش غادي يرجع، عطاني سيرتيفيكا ديال العلاج ديالي. رجعت خدمت، ملي رجعت خدمت قال لي دخلي، دخلت خدمت داكشي، ولا تيحرش عليا الخدامه، ولا تيحرش عليا سميتو، ما تيعاملنيش مزيان، ديري هادي فعلي هادي هادي، عطاني الكرفي بالمعقول. وهادي ماشي مشكل، صبرت لتمار حيت انا محتاجه للخدمه. ملي بقيت خدامه عنده داكشي، ملي لحق شهر 5 لحق رمضان عطاني كونجي، ما عمره ما عطاني كونجي، ملفتي عطاني كونجي في العيد الكبير. ملي لحق رمضان عطاني كونجي شهر، ملي قلت ليه علاش عطيتيني كونجي قال لي انا باغي نقص الخدامه. ملي كملت الكونجي ديالي نهار العيد بالضبط، جيت عنده قلت ليه بغيت نرجع نخدم، ان انا محتاجه للخدمه. ملي بغيت نرجع نخدم وداكشي قال لي لا. مشيت دار لي داك الطرطع السوفي، مشيت عند مفوض قضائي ديتو لي قال لي لا ما غاديش ترجع تخدم. طردني انا قريب 38000 ريال، هزه جوج عائلات ما فحاليش. وهذا السيد ضربت عنده عمري كامل، ولكن ما عقلش عليا لا دواء لا لا تعويضات لا حتى شي حاجه. تيخلصني ب 10000 ريال السيمانه، النبل ولا كان داير ليا 7000، شويه زاد بقات يزيدني تزيدني، تكمل ليا 10000 ريال بالزز. وكيفاش كنتي كتعيشي وانتي كارير 38؟ انا تنخدم عنده تمايا، تندخل مع 8 تنخرج مع 3، تندير شبكه فيها كلينيكس والكارو والشوكولاط وداكشي، تندور به في البيران. كاينين وجوه، كاينين وجوه الخير تيتعاونوا معايا. كاين اللي تياخذ كلينيكس يعطيك 100 ريال، يعطيك 1000 فرانك، تيقول لك صافي سيري صافي. المهم انا الكره كنت نخلصو من هذيك سميتو من هذيك السيمانه، والمعيشه انا معيشه كيما هكاك. هز عائلتي، هز ولدي ومرتو وولدو، هز خويا ما فحالوش، وهذه هي حياتي. ودابا جرى عليا دابا لا 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 نتريت ولا وراق ولا حتى شي حاجه، ولا تعويضات ولا والو. ملي حكمت عليه المحكمه باش غادي يخلصني، ما بغاش يخلصني. دار عقب دار استئناف، المحكمة خرجت لك تعويض عليك؟ خرجت لي التعويض 8 و60000 ريال، مشى هو استأنف عليها، رفضوا لي استئناف. دابا راهي عند المفوض القضائي، قال لي بغي، قال لك غنحجزوا لي على الماتريال، أني باقا معاه. وقد رفعت به دعوة أخرى عاوتاني على حساب الطرد تاع السوفي، إن 17 عام هادي لا حق لا بطل. لا وراق لا خدمه لا فلوس لا شي حاجه، انا صحتي ضاعت، كملت 60 عام ما عنديش لا نتريت، وعييت وطلب من الله وجلاله الملك هو يشوف من حاجة.